كانت السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها كثيرة الصيام، ولما حضرتها الوفاة وكانت صائمة، وكان هذا اليوم شديد الحرارة ألح عليها أن تفطر، فقالت: وعجبا، أفطر الآن؟ إني منذ 30 سنة أسأل الله تعالى أن ألقاه صائمة. ثم أخذت في قراءة سورة الأنعام، فلما وصلت إلى قوله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، فاضت روحها إلى بارئها، فرضي الله تعالى عن السيدة نفيسة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.